ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بأحسن حال. النهاردة الفيديو بسيط جدا. لو انت ما جبتش سرينة او عايز تشتري سرينة فانت في المكان الصح، عشان هنوفر عليك ونقول لك انهي احسن سرينة تقدر تجيبها على حسب احتياجك. يعني ايه؟ يعني مثلا لو انت دلوقتي ساكن في مدينة هادية، تمام؟ في شارع هادي وما بتنزلش في الزحام، بتنزل في هدوء في اماكن بتبقى فاضيه، فبدل ما تستعمل سرينه صوتها عالي جدا ويزعج الناس فيه، فده تمام، ده هيبقى ساعتها الاختيار الايه الاحسن بالنسبه لك، ده اللي هو اقل صوت او اقل حاجه، تمام؟ ده يعمل مثلا من 10 جنيه ل 20 جنيه حسب حجمه، وفيه ب 15 وفيه 10 جنيه برضو زي ما قلنا على حسب الايه حاجة. تاني حاجة، السرينة دي منتشرة جدا عند ناس كتير، دي اسمها سرينة الايه، سرينة العصفور، تمام؟ هي صوتها اصلا زي العصافير كده، يعني ايه؟ يعني صوتها مش شديد قوي. طبعا الزرار بتاعها بايظ، فانا هحاول اشغلها لكم، تمام؟ بس احنا جبناها علشان تبقى كل حاجة معانا في الايه في الفيديو، يعني ما بقاش كتير حاجة. ده صوتها يا جماعة، ده صوتها زي ما احنا ايه سمعنا. طيب فيها عيب، ايه عيبها بقى؟ وانت لما تيجي تقرب الحجارة لو المسمار ده ضاع منك، بص، غير كده هو بينطر معاك، ف يعني اساسي هيضيع منك يعني، تمام؟ فتاخد بالك طبعا وانت بتفكها طريقة التركيب بتاعتها اهي، عشان برضه تبقى انت ايه عارف كل حاجة. بتشوف جوه بتلاقي في سوسته جوه، سوسته زي دي كده، زي دي تبقى دي السالب، تمام؟ بتحطها، تحط الحجاره كده الموجب في الاتجاه ده اللي هو مفيهوش سوسته، والسالب اللي هو الممسوح ده دايما بيبقى فين؟ في الجزء ده، تمام؟ تحطها كده اهو تمام، وبعد كده تضغط جامد عشان ما تفلتش منك، لان زي ما اتفقنا في سوسته، تحط المسمار وبتقفل المسمار جامد. بس دي كده، دي طريقه التركيب بتاعتها، تغيير الحجاره والكلام ده كله. خلصنا من دي، اركن دي بقى على جنب كده، تعال نشوف اللي بعد منها. بعد منها في عندك اكثر سرينه برضو منتشره شويه للاطفال والكلام ده، يعني في السرينه دي اللي هي فيها انوار من فوق، سرينه الاسعاف دي. بس طبعا صوتها واطي جدا، يعني طبعا انا عشان في مكان هادي، فايه انت حاسس ان الصوت عالي، لكن هي صوتها ضعيف. طبعا زي ما اتفقنا برضو دي بتشتغل بحجرتين، بتفك المسمار ده من فوق كده، تمام؟ طيب انت ايه عيوب دي بقى؟ عيوبها ان انت دلوقتي الحجارة بتيجي تثبتها هنا بتقع منك، تمام؟ نقول لك مزاياها وعيوبها. فانت لازم تشد دي لبره كده شويه وتحط الحجاره تاني بشكل صحيح، تمام؟ برده نفس الكلام، موجب وسالب، وهو حاطط لك هنا الموجب والسالب زي ما احنا شايفين. بعد كده بتحط الوش، تمام؟ وبتقفل المسمارك، وده المكان اللي بتثبتها فيه في ايه؟ في الجدول. طيب عندنا ايه تاني يا جماعه؟ معانا برده سرينة ممتازة جدا ومنتشرة بشكل كبير، يعني صوتها حلو جدا، صوتين تمام، صوتها ممتاز. طيب ايه مشكلتها؟ مش ضعيف يعني، الزرار بتاعها ده مع الوقت مشكلتها في الزرار بتاعها ده، لانه غالبا بيبوظ، ما بيكملش معاك اسبوعين او حاجه وتلاقيه باظ يعني على طول، لان زي ما احنا شايفين البريس بتاعه صغير خالص فبيبوظ. طب لو باظ منك ايه الحل؟ انت بتجيب اي زوار تاني وبتقص السلكتين وبتلحمهم وخلاص، بيشتغل معاك زي الفل. نيجي بقى لافضل حاجه فيهم كلهم، وهي السرينه الستة صوت. صوتها مميز جدا وعالي، تمام؟ نسمع مع بعض كده، صوتها
هي بتيجي في علبة بتيجي ملعونة ده كده صوت. مفك. ده كده صوت. عايز بقى انت تسمع صوت تانية بتعلق ديك. زي ما احنا شايفين صوتها قوي جدا. سمعنا انت بتغير صوت قوي الاصوات جدا. عن طريق اللي انت تعلق ايدك. تفضل معلق معلق كده ايدك هنا كده هو يغير الاصوات لحد ما تجيب النغمة اللي انت عايزها. تشتغل بتختار النغمة اللي اشتغل انت معاك. ايه النغمة اللي انت تمام. عايزها. طيب دي طيب بتشتغل جيب كام بكام حجارة؟ حجارة؟ شوف كده مع بعض. طبعا حامل بتاعها مميز جدا، دي برضه من ضمن الحاجات المميزة فيها. دي بتشتغل ب3 حجارات، فطبعا بيبقى صوتها أقوى وبتقعد فترة أطول قبل ما تغير لها الحجارة. طيب جم هنا برضه صلحوا حتة الزرار اللي كان بيبوظ، حطوا نوعية كويسة جدا ممتازة ما بتبصي، وفي نفس الوقت بتبقى يعني خفيف على الإيد وانت بتستخدمها. تمام. طيب هيجي واحد يقول لي طب انا استخدمت ديت ولا حد بص علي كأن حشرة معدية. تمام. واشتريت ده وبرضه محدش عبرني. جبت دي ما نفعتش البصلة. تمام. جبت الاغلى منها شوية برضه كأني نملة معدية، مفيش حد بيوسعني خالص، كأن الناس كلها بقت طرشة. تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ مقدامكش غير حاجة بقى تستخدمها في الطوارئ اللي هي دي. زي ما انتوا سامعين تمام. ده بقى دي بقى يا جماعة اللطرش اللطرش خالص عايز معك. هتعمل ايه اصل انت يعني ضيعت فلوسك. بص بص انا جبت كام حاجة وما فيش حد بيوصل. تقعد تقول فيس كس 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 على الشحم وعلى الفحم وما فيش حد هيوسع لك. يبقى انت تستخدم ايه؟ تستخدم الحاجة العملية اللي تتفادى بيها اللي انت تخبط في حد. تمام. طبعا هي في حدود 25 جنيه ل 40 جنيه المعدن بلاستيك دي ب 20 جنيه. تمام. الفيديو يكون عجبك.